موجز الاخبار من تلفزيون حضرموت اهلا بكم. ناقش اجتماع عقد في العاصمه المؤقته عدم رئاسة وزير الصناعه والتجاره محمد الاشول مستوى تنفيذ خطه الوزاره للنصف الاول من العام الجاري ولفت وزير الصناعه الى انه سيقوم خلال الفتره القادمه بزيارات ميدانيه الى مكاتب الوزاره في المحافظات المحرره وذلك للاطلاع على ادائها ومدى تفعيل الربط مع البوابه الالكترونيه في ديوان الوزاره. موجها بتشكيل لجنة من الوكلاء والموارد البشرية لمراجعة أعمال الإدارات العامة والرفع بخطط جديدة للنصف الثاني من العام الجاري أدان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بأشد العبارات الممارسات التعسفية للميليشيات الحوثية الإرهابية ضد القطاع المصرفي الوطني خصوصا البنك التجاري البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي ما زالت إدارتها الرئيسة في العاصمة المحتلة صنعاء وأشار بيان صادر عن البنك المركزي لاستخدام الميليشيات الحوثية كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز ضد البنوك لإجبارها على إقفال فروعها في المحافظات المحررة وتجميد أعمالها متجاوزة كل القوانين والأعراف المصرفية موضحا ان هذا التصرف غير المسؤول هو دليل كاشف لمدى تغلغل الميليشيات الحوثيه في هذا القطاع الحيوي المهم واصرارها على العبث به. ضشنا وكيل محافظه حضرموت المساعد فهمي بضاوي بمدينه المكلا ومعه رئيس جامعه العرب الدكتور عبود العبل المخيم الخيري لزراعه الاسنان والفعاليات المصاحبه له. وأشاد الوكيل بضاوي بأهمية المخيم الخيري الذي سيقدم خدمة نوعيه ورعايه صحيه للمرضى في المحافظه مثمنا دور جامعه العرب واهتمامها بتنفيذ برامج التوعيه الصحيه بالمحافظه تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي الاقتحامات والاعتقالات بمدن وبلدات الضفه الغربيه تزامنا مع حربها على قطاع غزه التي دخلت يومها الثالثة والثمانين بعد المئتين وقالت مصادر أعلامية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس الأحد قرية أم دار غرب جنين واعتقلت مواطنين اثنين في أثناء وجودهما بجوار منزليهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية نهاية الموجز مشاهدينا في أمان الله